هي التحديات، هي الإثارة. هنا إذن شوطنا الأخير، من انطلق بعون من الله تعالى وتوفيقي على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا بتحديات متميزة. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية، سوف تكون في تمام الساعة 2 من بعد ظهر هذا اليوم، وانطلاقة ثنايا أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان. نتابع الصدارة، نتابع شوط الختام مع الثنايا القعدان المهدرات الأصايل. وهنا سراح من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول مع الصقار شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ركز يا أبو يحيى مع هذا الأداء المميز هنا لسراح على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني برود ياتينا لحميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي، من ياتي على المركز الثاني بهذا الانطلاق المميز الجميل. وفي المركز الثالث، المركز الثالث هنا في هذا التحدي، الاثنين اندفع عن اندفاع كلي عن البقية. هنا يأتينا في هذه اللحظات مياس سالم بن سلطان بن تريم لقتبي، ومن الجانب الآخر السعدي لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي في هذا الانطلاق المميز الجميل. المركز الخامس، المركز الخامس شاهين محمد بن حمد بن مبخوت المنهالي، ومن الجانب الآخر هناك التحديات والوصول من شاهين صالح بن محمد بن سعيد القابض الطنيقي، من ياتينا على المركز السادس. المركز السابع هملول هنا بهذا الأداء المميز لأحمد بن عتيق بن علي بن راشد بن خفية ليقتبي، من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل والوصول هنا أيضا. نشوان هنا لسعيد بن حميد العويسي، من ينطلق بهذه اللحظات بهذا التحدي والإثارة. المركز التاسع بطاش سالم بن خلفان بن حمد الحافري، والمركز العاشر نصيبان ناصر بن حمد بن محمد العفاري في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. هذه هي النتائج للمراكز الأولى في هذا الأداء المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا سراح، سراح، سراح على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، منطلق بصدارة هذا الشوط. شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي ينطلق بيحيى هنا بهذا الأداء المميز الجميل، هو شعار الصقار المميز على صدارة هذا الشوط مع سراح بأدائه الجميل، هو عرضه المميز هنا. أي هذا الأداء، حافظ يا أبو يحيى على هذا الأداء المميز. نبغي سلام لأهالي العاصمة أبو ظبي من هذا الموقع المميز الجميل. المركز الثاني برود يأتينا في المركز الثاني حميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي،
المركز الثالث هنا اسعدي على المركز الثالث، اسعدي لنواب بن نوح بن احمد لبلوشي من ياتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع والمنطلق على المركز الرابع شاهين صالح بن محمد بن سعيد القابض الطنيقي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس، المركز الخامس شاهين محمد بن حمد بن مبخوت المنهالي من ينطلق هذه اللحظات خامسا، وفي المركز السادس، المركز السادس حملول احمد بن عتيق بن علي بن راشد بن خفيه لقتبي من ياتينا سادسا، المركز السابع مياس سالم بن سلطان بن تريم لقتبي، وصل محذر، وصل محذر صالح بن حمد بن سالم الغفراني المري من ياتينا بمحذر، هذا الانطلاق النصيبان ناصر بن حمد بن محمد العفاري من ينطلق هنا في هذه التحديات والإثارة الجميلة. المركز التاسع بطاش سالم بن قلفان بن حمد الحافري، وعلى المركز العاشر لماح سلطان بن نتفة بن حميد لوهيبي من ياتينا على المركز هنا ايضا العاشر، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، نعود هنا مع حزام الغابات ومغادرتهن في هذه اللحظات هنا مع الصدارة ومع سراح المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسيد شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، هناك بارود لسيد حميد بن ضبيب سليمان الشامسي، ووصل البحيري، وصل البحيري بأول نداء البحيري هنا لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، ولكن السعدي، السعدي لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي هنا بهذا الأداء المميز الجميل، والوصول من محذر على المركز الخامس، محذر صالح بن حمد بن سالم الغفراني المري، وهناك ياتي انصيبان ناصر بن حمد بن محمد دعفاري سادسا، وفي المركز السابع، المركز السابع هنا في هذه الانطلاقة الجميلة وسابع المراكز لبندر العتيبي، وجب بن بندر العتيبي من يأتينا من واقع الشعار على المركز في هذه اللحظات الثامن، وفي المركز التاسع الغالي لوجب بن بندر العتيبي من يصل في هذه اللحظات هنا على المركز السابع، وفي المركز الثامن هملول احمد بن عتيق بن علي بن راشد بن خفيه لقتبي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع لماح سلطان بن نتفه بن حميد لوهيبي، وفي المركز العاشر مياس لسهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي من ياتينا على المركز العاشر، يلا يا بن مبارك روح هنا، روح مع هذا الاداء الأخير للمراكز العشرة الأولى اللي يبانا يينا هنا عند المقدمة، يينا عند المقدمة هنا وصدارة الشوط، لأن هنا ستريت لاين إلى المنصة الرئيسية في هذه اللحظات، وأرى هنا الله، الله البحيري من الجانب الآخر، البحيري، البحيري من يتسلل على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري في الفورمة أبو سيف اليوم من بداية الانطلاق وهو في الفورمة، حيث أن سجل أفضل توقيت مع شواهين، هناك حمد بن سلطان بن سيف بن درويش أفضل توقيت سجله مع شواهين في هذا الصباح المميز، ودى السلام لأهالي المرموم. المركز الثاني هنا السعدي، السعدي على المركز الثاني، السعدي لنواب بن نوح بن احمد البلوشي منطلق على المركز الثاني مع السعدي، وعين على صدوره السلوك
سلام يا سلام. هي هنا المركز الثالث. وصل محذر، وصل محذر صالح بن حمد بن سالم الغفراني المري وبارود الحميد بن ضبيب بن سليمان الشومسي، وهنا انصيبان ناصر بن حمد بن محمد العفاري. مرحبا، وصل بمرخان، وصل من نادينا عليه وقلنا له تعال مبارك، وصل هنا الى المركز السادس وعينه على المراكز الاولى. هنا سهيل بن مبارك بن مرخان اللي يكتبي وبالنتفه قادم مع لماح سلطان بالنتفه بن حميد الوهيبي في هذه اللحظات. ولكن البحيري، البحيري على صدوره، البحيري على المقدمه، البحيري على المركز الاول مسيطر، البحيري على صداره هذا الشوط. دير بولوك راح البحيري، وصلك البلوشي، وصلك البلوشي. الله الله، هنا البحيري، البحيري لحمد بن سلطان بن سعيد بن حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري مع البحيري على الصدارة على المقدمة. سلام للمرموم، سلام سلام للمرموم، سلام. أسعد الله صباحكم أهالي المرموم، إذا ما كان السعدي له دور آخر هنا. السلام، الله الله الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، التحدي والإثارة شاهدينا ومتابعينا الكرام. ولكن هنا البحيري ختم سباق هذا الصباح. تهانينا لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصور السعدي في المركز الثاني، نواب بن نوح بن أحمد البلوش المركز الثالث، يأتينا لماح سلطان بن نتفة بن حميد لوهيبي، وفي المركز الرابع محذر من أتى هنا أيضا لصالح بن حمد بن سالم الغفراني المري، وهناك بارود الحميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي من أتى على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق المميز الجميل. والتوقيت الزمني هنا مع مخرجنا للبحيري ولحظة وصوله إلى قط النهاية 13 دقيقة 8 ثواني 3 من الأجزاء من الثانية. سلام للمرموم، سلام على هذا الأداء اللي قدمه البحيري لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. بينما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا ايضا 13 دقيقه 9 ثواني 4 من الاجزاء من الثانيه، التوقيت الزمني الذي سجل السعدي لنواب بن نوح بن احمد البلوشي. تهانينا والناموس له على هذا الاداء المميز، والسلام لهالي الرحبه على اداء ايضا اللي قدمه السعدي. هنا 13 دقيقه 12 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه، توقيت لماح. تهانينا لسلطان بن نتفه بن حميد لوهيبي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. والى ملخص هذا السباق. هكذا أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم، انتهت فعل